عليك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمنهج جديد تماما على العالم في هذاك الوقت. جاب منهج رفيق يدعو إلى إعتق العبيد وفك الأسرى، وهذا الشيء ما كانش معروف هذيك الفترة بالمرة. هذا هو المنهج اللي جابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة، وما أكثر الأقوال اللي قالها في هذا المعنى، وما أكثر النصائح اللي وجهها الأمة ديالو يدعوها ماشي فقط لعتق الأسرى، بل إلى بذل الجهد في ذلك، حتى أصبح هذا العتق يعني قرب إلى الله كيفعلو المسلم باش ينال به رضاه سبحانه. تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني، والعاني هو الأسير، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض. حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على العفو على الأسرى والمن عليهم، فسجل التاريخ مجموعة من المواقف اللي كيعجز المرء عن أنه يستوعب العظمة ديالها. وأجمل ما فيها أنها ما كانتش مواقف عابرة وقعت يعني نتيجة ظروف خاصة أو لا تحت ضغوط معينة، وإنما كانت منهج ثابت وسنة ماضية وتشريع خالد استحال أنه يجود زمن بمثله. فأجوا حبتين وقفوا على بعض الأمثلة اللي كتبين الرحمة ديالو صلى الله عليه وسلم وعفوه على أسرى أعدائه. خليوني نرجع بكم إلى ما قبل غزوة بدر، سرية نخلة اللي سبق وأنني تكلمت لكم عليها. سروا المسلمون في هذه السرية اثنين من المشركين، كانوا هما أول أسيرين في الإسلام، الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله. فأما الأول اللي هو الحكم، فنظرا لداكشي اللي لقاه من المعاملة الكريمة فأسلم وحسن الإسلام ديالو، وبقى عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى استشهد في السنة الرابعة للهجرة. وأما عثمان بن عبد الله فالحق بمكة فمات بها كافر، ومع أن هذين كانوا هما أول أسيرين كيوقعوا في يد المسلمين من مشركي مكة، بعد يعني طول المعاناة من التعذيب ومن المشركين للمسلمين. إلا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش هادشي دافع ليلو أنه يمسهم بأذى، بل كان على العكس، كان الإكرام والصفح عليهم. إنه الخلق النبوي اللي بان من البداية، الخلق ديالو الراقي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأسرى، خلق الرحمة والإحسان اللي لا بديل عنه. وزاد هذا المعنى رسوخ في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر بعد أقل من شهرين من سرية النخلة. تأسروا في بدر 70 أسير من قريش، واستشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، استشر الأصحاب ديالو في شأن هؤلاء الأسرى، شنو غادي يعمل بهم، شنو غادي يعمل معهم. كيحكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكيقول: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، يعني قالوا تأخذ منهم فدية من الأهل ديالهم، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا. فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سول عمر بن الخطاب فقال له: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فعمر كيقول: قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر، يعني قال له أنا ما كنشوفش هادشي اللي شاف أبو بكر، راه ما بليش فيه، ولكن أرى أن تمكنني من فلان، كان قريب لعمر، فأضرب عنقه، وتمكن علي من فلان خوه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من عقيل فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هواد للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما عجبوش رأي عمر، فهو داكشي اللي قالوا أبو بكر وما عجبوش داكشي اللي قال عمر، فخدم منهم الفداء على الرغم من نزول الآيات. بعد هذا الموقف كتعاتب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه خدا بالرفق واللين مع هاد الأسرة. يقول سبحانه: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ورغم ذلك ما كانش هادشي دافع لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسيء
معاملة هؤلاء الأسرى، أو لا يغير من تعامله معهم بعد ما خد قرار بإعفائهم من القتل وقبول الفدية من دوك اللي ما استطعوش منهم، مع مراعاة القدرة المادية لكل أسير. من هؤلاء الأسرى اللي من عليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بغير فداء، المطلب بن حنطب وأبي عز الشاعر وصيفي بن أبي رفاعة. وأحسن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو، مع أنه كان من زعماء قريش، وبغى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ينزع ثنيتين دياله، يعني هذه الأسنان الأمامية، فباش ما يقومش خطيب على الرسول صلى الله عليه وسلم في موطن أبدا. إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يشأ أنه يهينه أو يمثل به، ومع أنه كان قادر على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. فكيقول ابن كثير: وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما مات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، قام فخطب في الناس كيثبتهم، وكان عليه الصلاة والسلام على استعداد أنه يطلق الجميع، يعني جميع الأسرى دون فداء، لو شفع فيهم المطعم بن عدي الزعيم المشرك المعروف، غير أنه كان في ذاك الوقت كان مات. وأشار إلى ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وذلك لأنه اشترك في نقد الصحيفة اللي قطعت بها قريش بني هاشم، وكذلك أجار النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما أرجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الطائف. من الأسرى اللي عفى عليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبو العاص بن الربيع، رجل زينب بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما عمر تعرف على أبي العاص موقف في مقاومة ولد الدعوة، شد يديه واللسان ديالو على أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتشغل بالمال ديالو وتجارته وحياة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بدر كان من بين الأسرى اللي يعني ما تسمعهم صوت في المعركة، وما تعرف لهم رأي، ولا يعني تشاف لهم رجولة في قتال. وبعد ما بدأت قريش كتفدي الأسرى ديالها، أرسلت السيدة زينب بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجة أبي العاص بمال كتفديه به، ومع المال قلادة ديال أمها السيدة خديجة رضي الله عنها، كانت هدتها لها نهار زواجها. فلما شاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القلادة ديال بنته، أرق لها رقة شديدة. كانت هذه القلادة مبعث ذكريات من حياته الزوجية، فعمرت نفسه حنين وحنان، وتوجه الأصحاب ديالو رضي الله عنهم كيتلطف ليهم وكيطلبهم في رجاء الأعز الأكرم، رجاء اللي كيدفعهم العطاء وما كيسلبهمش حقهم في الفداء لو أنهم بغاو يحتفظوا بهذا الحق. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. موقف كيبان منه الرحمة ديالو صلى الله عليه وسلم والعطف ديالو على بنيته، وكيحمل في طياته مقصد آخر. شنو هذا المقصد؟ هو أنه يألف الصهر ديالو للإسلام لما عرف عليه داكشي اللي عرف عليه من عقل سديد، فقد كان صلى الله عليه وسلم كيثني عليه وتيشكره وهو على الشرك ديالو. وهذا ثمامة بن أثال كان زعيم مشهور من زعماء بني حنيفة، وكان قرر أنه يجي المدينة المنورة باش يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فأسروه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا به المسجد النبوي. فشو كان رد فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذاك اللي جاء باش يقتله؟ الرجل الآن أسير، والأسير تيخص يحسن المعاملة ديالو، والقاعدة ما فيها حتى استثناء. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم، شنو قال الأصحاب ديالو؟ اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه يا الله. وقال لهم أيضا: أحسنوا إصارة. ودار بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حوار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال له ثمامة: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فخلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى الغد ليه ورجع عنده
ويقول له عود مرة أخرى: ما عندك يا ثمامة؟ فقال له: ما قلت داكشي اللي قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل دادم، وإن كنت تريد المال فسل منه تعطى ما شئت. فخلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فسألوا نفس السؤال وجاوبوا ثمامة بنفس الجواب. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة ديالهم: أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة لواحد النخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. أسيدي على اليتي، هذا هو الوضوء اللي بيه كنصليو. هانتوما تبعوا مع هاد الشاب بعد ما خدا سطيله ديال الماء ودارها على يمينه، غسل يديه ثلاثه د المرات، ثم غسل فمه ثلاثه د المرات، ثم غسل نيفو ثلاثة د المرات، ثم غسل وجهه ثلاثة د المرات، وعاود غسل يديه ثلاثة د المرات، ولكن هذه المرة حتى المرافقو. ثم مسح راسو، مسح ودنيه مرة واحدة، في الاخر غسل رجليه ثلاثة المرات. هذا هو الوضوء، سهل ماهل. منساوش راه هو عبادة كيغفر به الله الذنوب ويرفع به الدرجات، وغير سطيلة ديال الماء تكفي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة،
والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم. خويا المؤمن، اختي المؤمنة، هانتما سيادي، هانتما لالياتي، شفتوا خونا المؤمن وهو كيصلي صلاة المغرب 3 ركعات، جوج الاولين بالفاتحة والصورة بالجهر، ومن بعد التحيات جاب ركعة واحدة غير بالفاتحة وبالسر ثم تحى وسلم، وهذا الشيء ما خداش منه وقت كثير. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فقال الصحابة ديالهم أطلقوا ثمامة، فانطلق ثمامة لواحد النخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. الله قال له ما كنش كنكره شي واحد في هذه الأرض قد لي كنكرهك، واليوم صبحتي أحب الوجوه ليا. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمروا أنه يعتمر. فلما جاء لمكة قال له شي واحد، قال له قائل، قال له أصبوت؟ يعني رجعتي على الدين ديالك؟ فقال لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاملة الكريمة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلت في نفس ثمامة أثر طيب، لدرجة أنه غير دينه وأسلم لله رب العالمين دون ضغط أو إكراه، بل الإسلام دياله يعني تولد قوي للدرجة اللي دفعته أنه يقاطع قريش من أجل أنها كتحارب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومضحي بهذيك بالثروة دياله الهائلة اللي كانت كتجيه من تجارته معها، ومضحي كذلك بعلاقاته الاجتماعية المهمة مع أشرف قريش. من الأسرى اللي من عليهم أيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابنة حاتم الطائي، وهو الزعيم العربي المشهور، ماشي في غزوة بدر ولكن في حرب مع قبيلة الطي، غتجي من بعد غيجي الحديث عليها. مر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي بباب المسجد، فقامت لعنده فقالت له يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك؟ فقال لها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لها قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون له ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذنيني. كتقول ابنت حاتم الطائي وأقمت حتى قدم ركب، جا واحد الركب من قضاعة، وإنما أريد أن آتي أخي بالشام، بغت تمشي عند خوها للشام. فجئت فقلت يا رسول الله، قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت له راه جو شي ناس من القوم ديالي رانا كنثق فيهم. وكتقول فكساني وحملني واعطاني نفقه، فخرجت معهم حتى قدمت الشام. شوفوا احبتي هذا الموقف العظيم وهذا التعامل الانساني الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الاسيره، حيت ما رضاش الرسول صلى الله عليه وسلم ليلها انها تخرج بوحديتها، بل طلب منها انها ما تعجلش بالخروج حتى تلقى من القوم ديالها شي واحد ثقه فتمشي معه. ثم كتشهد بنفسها ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جا الوفد اللي لقات فيه البغيه ديالها من الامن والثقه كساها صلى الله عليه وسلم، واعطاها يعني ما يحملها، واعطاها ايضا نفقه كتكفيها حتى توصل القوم ديالها امنه وفراحه وسلامه.
فسبحان اللي أدب رسولنا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه حتى وصل في معاملة الأسرى لحد العفو عليهم. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أسير لأبي الهيثم بن تيهان ووصاه به خير، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني بك خيرا، فأنت حر لوجه الله ولك سهم من مالي. شوفوا كيفاش أطلقه لوجه الله، وماشي غير طلقه، أعطاه من المال دياله. صور مضيئة حقا أحبتي من سيرة حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في معاملة الأسرى بالإحسان والرحمة بل والعفو عليهم. تيخصنا في الحق نفخروا بها ونفخروا بأننا كنتمي لهذا الدين العظيم الإسلام. ونتلقاكم في الحلقة المقبلة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.